السلام عليكم، أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي عمر فوزي، أخصائي قلب وعدموية، دكتور بشري بس صديق الصيادلة. طبعا الفيديو ده أنا أعتقد إن اللي هيتقال فيه حاجة أهم بكتير قوي من الدراسة، وأهم بكتير قوي إن إحنا نتكلم في مادة معينة. بصوا يا جماعة، خلينا نتفق كذا اتفاق. أولا، أي حد هيكلم حضرتك بما فيهم أنا بنقل لك تجربتي الشخصية اللي مش لازم تكون تناسب حضرتك، مش لازم تكون هو ده الصح اللي كل الناس هتعمله. لكن انا هحاول ان شاء الله في الفيديو اكون حيادي جدا عشان اوصل لحضرتك ايه الاوبشنز واعمل ايه واعمله ازاي، عشان طبيعي جدا انا حاسس بالازمه اللي انتوا فيها. انا واحد كنت في الثانوي عارف مين بيودي على فين، وكنت حد شاطر ودخلت كليه صيدله وهصنع طبعا ادويه وهبقى مجدي يعقوب بقى والحاجات اللي انتوا حضراتكم عارفينها دي. وفجاه دخلت المحاضره لقيت في روابط بتتكسر وروابط بتتربط، ولقيت مواد غريبه وانجليزي وفاميلي سحلبيسي وهلبيسي في البوتاني والحاجات الغريبه دي. فالفيديو ده ان شاء الله باذن الله حضراتكم اسمعوه لغايه الاخر، وباذن الله هتكون كل حاجه. اولا نتفق اتفاق، اللي صور لحضرتك الكلمه الحقيره اللي الناس قالتها لنا واحنا صغيرين، اتعب في الثانويه يا حبيبي عشان ترتاح في الكليه، فدي اكبر خدعه الشيطان صورها لحضرتك. طول ما حضرتك عندك دافع وهدف في الحياه لازم تتعب، هي دي متعه النجاح. مين صور لحضرتك ان انا عشان ابقى حاجه كبيره قوي يبقى الموضوع سهل؟ طب ما كان كل الناس وصلت. فخلينا نتفق ان الموضوع مش سهل، لكن الموضوع مش صعب. لكن الفكره ان في ناس هتقعد على ما تحط رجليها على الصح هتاخد وقت طويل قوي، في ناس هتجرب وهتجرب غلط وعلى ما تاخد هتاخد وقت كبير. فاحنا دورنا نقصر الحركه الوقت ده خالص. اللي انت فيه لازم تحس بقيمته قبل اي حاجه. انا عمري ما هقدر اكمل طريق لنهايته، والطريق مش لطيف، الكليه مش الحاجه الممتعه الواو اللي انت متخيلها، لكن اللي انا هوصله يستاهل؟ طبعا يستاهل. هتبقى حد له مكانه في المجتمع، ولو انت ما امنتش بده محدش هيؤمن بيك. في دايما كلمه بحب اقولها للناس، لو ما صدقتش نفسك الناس مش هتصدقك. لو حضرتك حد بيكلمك ومرتبك ويعرف انت بيقول الكلام ما هوش من جواك، انت مش هتكمل السماع ده. فلازم خلينا نتفق اتفاق، لازم تبقوا عارفين قيمه حضرتك. حضرتك دلوقتي مصنفين دكاتره، وان شاء الله حضرتك كمان كام سنه تبقى مسؤول عن عيانين وعندك مسؤوليه، ودي حاجه على قد ما هي تخوف ناس على قد ما هي حاجه تستاهل قوي ان الواحد يتعافى ويتمرن. ثانيا، لو انت حتى مش شايف انك انت تستاهل، فيعني اعتقد ان في ناس في البيت بيستحقوا ان هم يكونوا فخورين بحضرتك. فلازم نعافر ونتمرمط، بس هنحاول نعافر ونتمرمط في الاطار الصح ان شاء الله. وطبعا الاطار الصح ده مش انا اللي هحدده لحضرتك، انا هقول لحضرتك كل الاوبشنز وكل الدنيا بتمشي ازاي، وحضرتك فكر وقرر باللي يناسبك انت مش باللي الناس بتقوله. مش عايزين نبقى ثقافه قطيعه، كل واحد اضرب نفسه. انا ماليش دعوه حضرتك هتوصل ازاي، المهم ان انت عارف ان انا مصر ان انا هوصل. بص يا شباب، طبعا اول مشكله قابلت حضراتكم الكليه والمواد والمحاضرات والكورسات والقصه دي كلها. خلينا نتفق شويه اتفاقات. انا هوصل ازاي انت متحدد، مش اي حد تاني. المحاضرات كويسه ولا لا، خلينا فير، في ناس بتفهم حتى من دكاتره شرحهم مش واو قوي، وفي ناس ممكن ما تفهمش من دكاتره شرحهم واو، فدي حاجه هترجع لك انت. لكن طول ما انت حاطط في دماغك ان في بديل وبديل سهل، فانت مش هتتعب. قد يكون البديل ده حاجه سلبيه جدا عليك، لانك هتفاجئ انك خلاص بدل ما انا اتعب نفسي وعافر وادور وابقى انسان مفكر، لا انا هبقى انسان سلبي باخد الحاجه بالمعلقه وشكرا. وهتتحول الكليه من اني واحد هتعلم لاني واحد خلاص احفظ سؤالين واجيبه واجيب تقدير واسم جايب تقدير وخلاص. فاحنا مش عايزين نمشي في السكه دي. ايه الصح؟ ايه الصح اللي يناسب حضرتك؟ انا واحد مثلا عايز ابقى ناجح في الكليه، وخلي بالكم يا جماعه الموضوع من غير عيب، التقدير في الكليه عند حضراتكم هيفرق معاك، بس مش الفرق الخرافي، يعني مش زي عندنا لما كنا طلبه صغيرين في طب التقدير عندنا بيحدد كل حاجه، انتوا عندكم مش بيحدد كل حاجه. فانا عايز اجيب، بس لو ما جبتش الدنيا مش هتقف. عدم العيب اللي حضرتك حاطه، الوهم اللي انت حاطه منك ده هيريحك كتير جدا. الدنيا مش هتقف لو حضرتك ما حققتش نجاح من اول مره وما وصلتش اللي انت عارفه، الدنيا مش هتقف. حط ده في دماغك، هتلاقي نفسك بتتحرك من غير عيب، ما تحطوش عيب. الاحساس النفس القذر اللي انا عارف ان انتوا حاسينه دلوقتي، فكره ان انا عارف الموضوع ده انه تقيل عليا، هو انا قد الكليه ولا لا؟ انت لو ما حسيتش ده ما تبقاش بني ادم، كلنا حسينا ده. كل الناس على مدى السنين دخلت اي كليه، بالذات كان بعض الكليات الطبيه، طبيعي جدا تحس الموضوع تقيل، وانك ايه ده انا قدها ولا لا؟ احنا قدها وقدها قوي ان شاء الله. الفكره ان فتره الفراغ اللي في الاول نعديها. طيب، احضر محاضرات ولا اذاكر من كتب ولا اذاكر من ورق، ولا الدنيا بتمشي ازاي، ولا اخد كورسات؟ اتفقنا اتفاق، انت ادرى، انا هعرض لحضرتك كل حاجه تتقدم لك ايه، وانت اللي تختار الدنيا هتمشي ازاي. اولا طبعا من فضل الله عز وجل، حاجه انا بفضل الله عز وجل بفخر ان انا بداتها من 11 سنه، وطبعا هجاوب لكم على اسئله في دماغكم. انا طبعا بدي كورسات بقالي 10 سنين لطب وصيدله واسنان، وهتستغرب وتقول طب ازاي دكتور كورسات وهتساعد؟ دي حاجه هنتكلم فيها ان شاء الله في الاخر، وهفهم حضرتك ليه انا بعمل كده وازاي انا بعمل كده. حضرتك تشوف دلوقتي الكورس هيبقى مميز لحضرتك ايه؟
مش لازم عشان كل دفعه ناوي تاخد كورسات عشان الموضوع سهل او واخد كورس، ومش لازم اللي بياخدوا كورسات يبقوا وحشين، هم لو وحشين ولا حلوين انت قادر توصل ازاي. لكن الوحش ان يبقى المحاضره كويسه وحضرتك تقدر تمشي وراها وحضرتك تجري ورا الكورس عشان خاطر شايف ان الموضوع صعب. زائد ان الحاجه اللي انا بقول لكم ان انا فخور ان انا بداتها، ان الحمد لله انا بدات من 11 سنه تقريبا او من 10 سنين موضوع التسجيلات، وحتى ان شاء الله السنه دي هنطور الموضوع افضل كمان عشان نساعد الكل بلا استثناء، ان الموضوع حتى هيبقى فيه فيديوهات كمان. حضرتك حد ما بيرتاحش غير انه يبقى موجود في كورس انت حر، انت مرتاح في المحاضره انت حر، انت مرتاح في الفيديو في التسجيل، دي حاجه هترجعك. لكن ما تجريش على الكورسات كحل اول. اللي اكبر منك يا جماعه معظمهم سلبيين للاسف، انا حتى بقول لهم الكلام ده حتى في الكورس نفسه، انا بدي كورس لو الكورس هيخليك سلبي لا، انت انسان هتبقى دكتور، هتبقى واحد بيفكر، هيبقى قدامك عيان بيعيش او بيموت بسبب القرار اللي هتاخده. لكن هل لو انا خلاص الدنيا ضاقت بيا، المحاضره مش مريحاني في مواد ما، وانا مش هقول مواد ايه دلوقتي يعني، خلي الموضوع ده شويه، الدنيا مش مريحاني فاخد كورس، دي مشكله. وفي تيجي ناس كده انا استغرب قوي تفكيرهم، يقول لك ايه، يقول لك انا اسقط ولا يهمنيش اطلع على دفع كورس ليه ان شاء الله يعني. بمناسبه ايه، حضرتك لما توصل للنجاح انت القدره انهي طريق اللي وصلك، لكن محدش هيشوف الطريق، هو هيشوف انت وصلت ليه، فانت تحدد انت عايز ايه. طبعا عشان نكون فير قوي مش هينفع اقول الكلام ده في الفيديو، فربنا ييسر ان شاء الله انا هحدد لحضراتكم معاك، هحاول اشوف حضراتكم فيه. طبعا هشرح لحضراتكم اول محاضره اناتومي دي، هخليكم تحبوا الاناتومي واعرفكم تمشوا فيه طول السنه ازاي، لان من وجهه نظري على الرغم ان انا راجل بدي كورس اناتومي، انا شايف ان الاناتومي مش الماده اللي تسحب فيها وقت وفلوس وكده عشان تاخد كورس. وما تستغربش ان انا دكتور كورس وبدي كورس وبقول لحضرتك كده، هعرفك برضه ده ليه كمان شويه. في مواد تحتاج انا شايف انها تحتاج، لكن انا مش هقدر اقول ده هنا، هقدر اقول لحضراتكم ان شاء الله في الحصه اللي انا ان شاء الله باذن الله هنزل معادها على الجروب اللي انا هنزله لكم تحت الفيديو باذن الله. طيب دي حاجه، اذاكر منين؟ طبعا 90% او اكتر من 90% عشان اكون صريح، تقريبا كل مواد صيدله ما ينفعش انها تذاكر من الكتب، بتذاكر من ورق ما عدا مواد طب. يعني مواد طب بينفع اذاكر من كتاب، وطبعا لها ورق برضه، بس ينفع اذاكر من كتاب عادي. يعني حضراتكم انا نزلت لكم ورق اناتومي هتلاقيه مفصص ومتنظم ولطيف، الكتاب مش وحش يعني، الكتاب انا بقول لك مش وحش، مش نترجم بس مش صعب. فدي حاجه هترجع السنين الجايه، هتاخد فيسيولوجي وهيستولوجي، انا طبعا على فكره بالمناسبه معاكم 17 ماده، يعني هتشوفوني اكتر من هتستحموا اصلا يعني ان شاء الله. فدي حاجه ترجع لك، مواد صيدله سهله الموضوع ورق. طب اشوف ورق مين؟ بص يا سيدي، الموضوع في اتجاهين، الاتجاه الاولاني فكره انك هتسال اكبر منك، كل واحد هيقول لك انا مرتاح مع مين، لكن انا من وجهه نظري حضرتك حضرت المحاضره في اول مره على الاقل فشفت ايه اللي اتشرح، روح شوف الورق بعينيك، ايه الورق اللي هيريحك نفسيا؟ يعني ايه الورق اللي شكله مريح نفسيا للمذاكره؟ الموضوع مش مقيد على حد خالص، حضرتك اختار اللي يريحك. وبرده زي ما قلت لكم هتكلم عن الكلام ده ان شاء الله عشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي، هتكلم عن الكلام ده ان شاء الله باذن الله لما هنشوف حضرتك، ويا ريت ما حدش يكسر على الموضوع ده. بالنسبه بقى للجزء اللي يخصني، طبعا انتوا نظام جديد والنظام يمكن مش لسه كل الناس فاهماه، فانا هحاول ان شاء الله برده ان انا اوصل لكم الموضوع بشكل حلو يعني. اولا يا جماعه، انا حد الكورسات بالنسبه لي مش كارير، يمكن انا بعشق جدا جدا جدا، ويمكن تشوفوا الكلام ده مبالغ فيه، لكن تقدروا تسالوا حد، اي حد اكبر منكم او انتوا نفسكم هتقابلوني في 17 ماده، هتشوفوني هل اتغيرت في مره او ان انا مثلا بدات اعمل الموضوع دعايه او بدات اعمل كده، انتوا هتشوفوا ده بعينكم. طبعا اكيد في ناس من اللي بتشوفني لها فتره اكبر منها في طب، في صيدله، في اسنان، ان شاء الله يكونوا عارفيني بشكل كويس جدا. انا دايما واحد بدور على حاجه يمكن هي بالنسبه للناس مش مهمه، بس بالنسبه لي انا شايفها حاجه كبيره. لما حضرتك تحضر لي وتحب اسلوبي او تسمع تسجيلاتي وانت في البيت وعمرك ما قابلتني وتعجب باسلوبي، مش ده اكتر حاجه انا بتمناها في الحياه. انا بتمنى في الحياه ان انا اخلق حد هو هيبقى انسان ناجح في حياته قوي، هغير لك تفكيرك جدا من خلال ايه قرانيه صغيره قوي هكلمكم عليها ان شاء الله باذن الله في الحصه، توصل لحاجه كبيره قوي في الحياه، هيبقى ليا منتهى الفخر في الدنيا ان انا كنت بدايه ولو بدايه تافهه قوي عند حد. انا بنزل تسجيلاتي كل السنين بنفسي على فكره يا جماعه، وهتقولي طب ازاي وانت بتدي كورس؟ الموضوع مش فارق، حضرتك عايز تاخد كورس خد، حاجه بتسعدني لاني بحب اللي بعمله قوي، حضرتك عايز تسمع التسجيلات هتوصل لك لحد مكانك. بالمناسبه بتنزل لغايه يوم الامتحان بتسجيلات مراجعات بحصص الصبح بتاعتي طبعا اللي هي بيبقى فيها الاسئله المهمه لكل الناس، اصلا ما بخلش على اي حد باي حاجه، وغير مشروط على الاطلاق على فكره، الموضوع غير مشروط لاي حد، واي حد فيكم ممكن يسال الكبار اللي بيعوز مني اي حاجه حتى بشكل شخصي بره الموضوع ده، او حتى استشاره طبيه، بما ان يعني ان شاء الله باذن الله هاخد منكم في صحه الاستشارات الطبيه، فالموضوع طبعا في اي وقت. فالموضوع بالنسبه لي مش كبير، الموضوع انا بحب ان انا اساعد جدا، دي حاجه ممتعه بالنسبه لي، لان كفايه قوي ان انا هفضل باذن الله عند الناس دكتور عمر اخوهم الكبير اللي دايما بيقولوا في اي حاجه، فدي حاجه بالنسبه لي حلوه. ثانيا انا رايي الشخصي، حاولوا بستاذنكم قبل ما تفكروا نحضر محاضرات، ناخد كورسات، نشوف ورق، نعمل ايه،
حاولوا انا هنزل لكم ميعادين او ثلاثه في الوقت اللي انتوا فاضيين فيه، هتعدوا ساعه في السنتر هعرفكم مكان السنتر، هتكلم معاكم بشكل اخوي جدا، هعرفك تعمل ايه، وصدقني باذن المولى عز وجل حضراتكم هتخرجوا من الحصه دي من الساعه دي يا ساعه بس، الساعه دي فكرك هتغير في الحياه كلها، وعندك بار تكمل الخمس سنين كليه بمنتهى القوه. ربنا في القران قال انا كل شيء خلقناه بقدر، ايه غيرت لي حياتي كلها. من وانا صغير كنت بقعد افكر طب يا ترى انا كل طموحي في الحياه اخلص كليه وابقى دكتور شاطر، يعني جيراني قريب يعرفني، هل انت هتخلص كليه كل طموحك في حياتك تبقى شغال في صيدليه ولا حتى فاتح شركه ادويه، ده اقصى طموحك؟ القصه كلها اتحركت من الايه دي، وطارق ان شاء الله باذن الله هكلم حضراتكم فيها. فخلينا نتفق اتفاق يا جماعه، اللي انتوا فيه طبيعي. انا حتى كدكتور لما اتعامل مع مريض لما بفهمه هيقابل ايه بيبقى عارف، انت لما تبقى عارف العواقب اللي هتقابلها رد فعلك بيبقى اهدى كتير. اللي انتوا فيه ده طبيعي، استمتعوا بيه، استمتع بفتره التوهان دي لانك هتفتكرها قدام هتبقى مبسوط قوي، وان شاء الله قدام ده هنختصره قوي يعني مش هنخليه اسابيع عشان ما يفضلش الموضوع طويل مع بعض الناس. ما تشغلش دماغك بفكره ان انا هنجح ومش هنجح وهجيب تقدير ونفسي ارتب، هنشتغل على الكلام ده عادي جدا. ضروري جدا ضروري جدا ما تخش ورا كلام الناس المحبطه. قصه بقى انك هتقابل حد اكبر منك يقول لك انت لسه شفت حاجه وانت هيتحط عليك وانت مش عارف ايه ويضحك عليك بالطريقه دي، مع كامل احترام الكلام ده بيبقى دمه خفيف قوي كهزار، لكن قدام هتحس باكتئاب. فده شيء مش كويس ابدا. وطبعا تفائلوا بالخير تجدوا قبل اي حاجه، فحضرتك استمتع بالفتره اللي انت فيها، التوهان اللي انت موجود فيه ده طبيعي، لو ما حصلش يبقى انت بني ادم انسان عادي. فكره انك تطلع من مكان لمكان بمقاييس مختلفه قوي ودماغك هي نفس الدماغ طبعا مستحيل. حتى مقاييس الدرجات مختلفه، حتى كل حاجه دي هكلمكم فيها ان شاء الله بمشيئه المولى عز وجل، مع اني كمان ان شاء الله هعرفكم هحفظكم الاناتومي واخليكم تعرفوا تمشوا فيه حلو قوي طول السنه حتى من غيري خالص بمشيئه المولى عز وجل. فاللي انت فيه ده عادي وطبيعي جدا. التوهان ده منطقي جدا، نحاول نختصره ازاي؟ انا حتى ما ان شاء الله ما هكلمكم في الحصه مش هقول لك هات ورق فلان ولا روح كورس عند فلان ولا احضر محاضره فلان، انا هعرض لكم الموضوع عباره عن ايه؟ انت بقى شوف ما بينك وبين نفسك وما تقوليش بينك وبين نفسك ايه اللي يناسبك في كل ده والدنيا هتمشي ازاي. طبعا انا اسف ان انا طولت على قد ما اقدر، يعني انا حاولت قدر الامكان اوصل لكم في الفيديو ان شاء الله هنعمل ايه في الحصه، حاولوا يعني قدر الامكان فاضي مش فاضي تصرفوا تعالى، لان فعلا بجد والله ال 10 دقايق اللي احنا هنتكلم في اول الحصه حتى قبل ما احكي لكم اي حاجه عن الكليه، ال 10 دقايق دول هيفرقوا معاك طول عمرك وطول حياتك، هتفضل فاكرني بمشيئه المولى عز وجل طول حياتك. ان شاء الله اللينك بتاع الجروب هتلاقوه تحت الفيديو بمشيئه المولى عز وجل وفي البوست، الناس تبقى موجوده، اللي محتاج اي حاجه في اي وقت ما تعتبروش دكتور عمر دكتور كورسات او تعاون ولا كده، لانه مش هيبقى كده. واللي مش مصدق ممكن يسال اي حد في اي دفعه كبيره او يخش على البروفايل بتاعي يشوف الدنيا، هيلاقي ان شاء الله باذن الله بساعد الناس. انا يا جماعه درست الحاجات دي في 18 جامعه والحمد لله كنت بنفس الاسلوب، زي ما قلت لك كل واحد له اولوياته. طبعا مش معنى كده ان الكورسات غلط او وحشين، لا طبعا كل واحد ادرى بالتقدير بتاعه والقصه دي والناس بتتعب، لكن انا دماغي كده عشان بس انا عارف ان دماغ الشعب المصري ايه ازاي بيساعد، ده اكيد وراه قلنا ده اكيد وراه كده، فايه المؤامرات الخفيه اللي حضرتك حاطينها دي مش موجوده ان شاء الله. اشوفكم على خير ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو فرق معاكم شويه.